حياكم الله. اليوم احنا مع حمد، انا عرفت انه هو يحب يطبخ. صح؟ فانت اليوم بتعلمني لغة الإشارة وانا بعلمك طبخ. اوكي. احنا سوينا تعلم بسيط لمبادئ لغة الإشارة، وانا بقول لك اللي تعلمته. دبي. صح؟ اوكي. ابو ظبي. اوكي. تصفيق، هذه تصفيق. اوكي، وانت الحين بتعلمني زياده. اليوم بنسوي باستا. شنو اشاره؟ هذا مكرونه. مكرونه. مكرونه بالروبيان. روبيان. روبيان. صح. صح. زين، اول شيء حمد بنحط جبن. هذا الجبنه. ايوه، مسح في الخبزه حق السندويتشات. بنحط في الصينيه. اوكي، حط. اوكي، وبنحط طماط. هذا طماطم. 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 اوكي. اوكي. وبنحط عندنا فلفل. فلفل بارد. فلفل احمر. فلفل بارد. اوكي، حطه. وانا بحط الباستا. انا بحط الباستا في الجدر على اساس تنطبخ. خليها عندي الماي حار، وبنخليها 10 دقائق. بس 7 10. اوكي، الحين بنكمل. بصل. هذا بصل. عشان تصيح. وبنخلي ثوم. هذا ثوم. 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 وبنخلي عندنا روزماري. هذا روزماري. بنحطه وبنوديه الفرن. ايوه، بنوديه وبنرجع. اوكي حمد، طلعناه من الفرن. الحين بنحطه في خلاط. اوكي، فبنشيل كل الاشياء هذه وبنحطها عندنا في الخلاط. اوكي، كله مع بعض نشيله ونحطه في الخلاط. يلا. اوكي، يلا. تمام. اوكي. اوكي. صح؟ الحين بنحط ماي. اوكي. كريم. شلون كريم؟ كريم. وبنحط جوز. جوز عشان مخ. صح؟ صح. بنحطه داخل. داخل. اوكي. بنحط فلفل. فلفل أسود. وملح. ملح. وبنحط خطر. بعدين شغل. بعدين يصير سموث. بنحط زيت. هذا زيت. أوكي، زيت. وبنحط ثوم. هذا. نخلط الثوم. بنحط روبيان. روبيان. ايه. ونخلط الروبيان. فتشوف اللون احمر. 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 احمر اللون. شوية بعد شوية احمر، كله احمر. نبغى نتكلم عن تطبيق سند. تطبيق سند هو تطبيق مجاني انشأته هيئة تنمية المجتمع في دبي، يساعد اصحاب الاعاقة السمعية في 3 اشياء رئيسية، اللي هي الطوارئ في حالة حاجتهم لأي شيء طارئ، الترجمة الفورية، والتواصل مع الجهات. هو عبارة عن اتصال فيديو يكون فيه مترجم فوري قدام جهة اللي أصحاب الإعاقة السمعية مع الجهة اللي يبغى يتفاهم معهم. طبعاً تحصلونه على الأبل ستور وعلى جوجل بلاي. من الأشياء اللي تسهل جداً جداً حياة ذوي الإعاقة السمعية في تواصلهم مع أي جهات، يعني من الساعة 8 الصبح إلى 12 بالليل. الحين خلصنا الروبيان، جاهزين. معجون. معجون طماطم. صح؟ بنحط شوي. الحين بنخلطهم وبنحط صلصة داخل. نخلط
اوكي ونخليه يطبخ يطبخ نخليه. صارت الصلصة جاهزة، ثقلت، صارت وردية. شلون وردي؟ وردي. الحين بنضيف عليها الباستا، بنضيف زيتون وطماطة. طماطة صغار. نخلط الباستا، اوكي، ونرجع عشان نقدمها. صار طبقنا جاهز للتقديم، الشيء الوحيد اللي بنسويه جبن بنبشره، اوكي؟ وبنحط عليها ريحان. شكرا وشكرا لكم، شفتوا معنا الحلقة اليوم ولا أسهل. وصفة سريعة بمساعدة حمد طبعا، شكرا لكم حمد، شكرا. شكرا. إن شاء الله.